أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي من جديد على قناة الهجرة والإقامة في كندا إيميغراسيون كندا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم بالنسبة للأشخاص الراغبين في الهجرة إلى كندا قصد العمل أو الاستقرار بشكل دائم والحصول على الإقامة الدائمة في كندا. الموضوع هو عيوب وإيجابيات الهجرة إلى كندا. سنبدأ أولا بالإيجابيات. طبعا عن تجربتي الشخصية يمكن أن أقول بأن الهجرة إلى كندا هي مغامرة جديدة وتختلف عن يعني باقي طريقة العيش التي عهدناها في بلداننا الأصلية. تجربة من الجيد أن يخوضها الإنسان إذا كان إنسانا يتوق إلى التغيير، إلى يعني إلى القوانين التي تسري على الجميع، إلى احترام الشخص الآخر. إذن من بين أهم الإيجابيات للعيش والاستقرار في كندا هو أن الكنديين شعب مضياف ودافئ ويرحب بالأشخاص القادمين الجدد. الإنسان الكندي يمكن أن يحييك وإن لم يعرفك وإن التقيتما في الشارع. الشيء الإيجابي الثاني هو كون كندا يعني بلد مختلف ويتمتع بالخليط ثقافي مهم، وذلك لأن أغلبية مكونات هذا المجتمع هو من المهاجرين، يعني مما يجعل الشعب الكندي يتميز بالاختلاف وبقبول الاختلاف أيضا. الشيء الإيجابي الثالث هو جودة الحياة. هل تعلمون بأن كندا توجد في قائمة الدول التي يعني يكون فيها العيش جيدا؟ نمط العيش إذن هو من بين النقط القوية للعيش في كندا، بما في ذلك يعني الدراسة، التطبيب، الصحة، الأمن، وأيضا يعني الاستقرار السياسي. كل هذا يجعل من كندا بلدا يعني جيدا للعيش بالنسبة للأفراد وللأسر أيضا. كون كندا أرض الفرص هو رقمي الخامس في الإيجابيات. سوق العمل في كندا هو سوق دينامي ومتحرك، يعني مما يجعل فرص الشغل كثيرة طبعا حسب المهن وحسب الميادين. كون كندا أيضا لديها وفرة من حيث اللغة، فهناك لغتين رسميتين في كندا وهما الإنجليزية والفرنسية، يعني هناك ازدواجية في اللغة. ولكن فقط للفت انتباهكم إلى أن كون الغالبية العظمى في كندا تتحدث باللغة الإنجليزية رغم وجود مناطق يعني فيها عدد من الفرنكوفونيون، لكن تبقى اللغة السائدة هي الإنجليزية. أيضا من بين الإيجابيات العيش في كندا هو كون كندا تتمتع بطبيعة خلابة ومتنوعة على اختلاف الفصول، فهناك الجبال، هناك غابات كبيرة، هناك أيضا يعني في فصل الشتاء مناطق متجمدة، هناك أيضا أنهار، وديان، يمكن أن نتحدث عن شلالات نياجارا على سبيل المثال، أيضا لوغلاسييد أتاباسكا يعني منطقة متجمدة، أيضا لدينا مورين ليك والأمثلة طويلة. فكندا من بين الدول التي تتمتع بطبيعة خلابة ورائعة تختلف على اختلاف الفصول، مما يجعل هذا البلد وسكانه أيضا يتمتعون في كل فصل على حدة برياضات معينة. في فصل الشتاء مثلا هناك التزلج، هناك الصيد، بالنسبة لفصل الربيع هناك مجموعة من الأنشطة الموازية لهذا الفصل. في فصل
بالنسبة للمدن الكبرى لي غون ميتروبول دي كندا، يعني مثلا تورونتو، مونريال، فانكوفر، هي مدن كبيرة لديها أيضا حركية ودينامية تختلف عن باقي مناطق كندا، إلا أن في هذه المدن الكبرى غالبا ما يكون ثمن الحياة يعني مكلفا وغاليا مقارنة بالمدن الصغيرة وبالقرى. لكن على سبيل المثال للحصر، يمكنك أن تعيش في أي مكان في كندا وتجد جميع الأشياء متوفرة. مثلا في مدينة صغيرة ستجد متاجر كبرى، ستجد مناطق مخصصة للألعاب الأطفال، ستجد يعني حدائق كبيرة للمشي والتنزه، ستجد سينما، ستجد مسرح، وتجد يعني كل ما قد يحتاجه الإنسان الكندي في حياته اليومية يكون موجودا، سواء تعلق الأمر بمدينة صغيرة أو مدينة كبرى، ببادية أو بقرية أو بمدينة. فكل الكنديين لهم الحق في التمتع بجميع الحقوق، خصوصا بالنسبة للأطفال الذين يتمتعون بحقوق كبيرة هنا في كندا. أما الآن فسنمر لنعدد بعض السلبيات، علما أن هذه السلبيات تبقى نسبية حسب تجارب الأشخاص وحسب قدرتهم على التأقلم. بالنسبة يعني الشيء السلبي الكبير الذي نفكر فيه مباشرة عند الحديث عن الهجرة والاستقرار في كندا، فهو الجو البارد. الجو البارد الذي يصعب تحمله خصوصا في فصل الشتاء. فهنا فصل الشتاء يمكن أن يدوم 6 أشهر، يعني من نوفمبر إلى أبريل، من نوفمبر إلى أبريل. ففي بعض الأحيان درجات الحرارة يمكن أن تنزل إلى -20 أو أكثر. فعلى سبيل المثال منطقة كيبيك ومقاطعة كيبيك قد يدوم فيها فصل الشتاء والبرد والثلوج إلى 150 يوما في السنة، على أن يكون فصل الصيف يعني يبدأ فقط من يونيو، وذلك مع درجات حرارة يعني معتدلة قد تصل إلى 30 درجة في شهر أغسطس. ولكن رغم التفاوت في درجات الحرارة وتغيرات المناخ، فإن كندا تبقى بلدا يمكن أن يستطيع الإنسان التأقلم فيه، وذلك لتوفر جميع الإمكانيات، مثلا في فصل الشتاء توفر تدفئة في السيارات، في المنازل، في محطات المترو، في محطات انتظار الباص، ويعني توفر ملابس ملائمة يعني لدرجات الحرارة المتدنية. يبقى فقط المناخ، نعم بارد، ولكن كندا بلد له جميع البنيات التحتية لمواجهة هذا البرد القارس. من بين السلبيات التي يمكن أن نذكرها حول كندا هو يعني المسافات البعيدة بين المدن. ففي مقاطعة واحدة يمكن أن تستغرق من 4 إلى 5 ساعات لتنتقل من مدينة إلى المدينة الأقرب، لأن كندا كما تعلمون هي بلد شاسع جدا. من بين السلبيات أيضا هو تغير التوقيت الزمني. فالعيش في كندا يمكن أن يعني أن يكون هناك فارق 6 إلى 9 ساعات في التوقيت، مقارنة يعني مع بلدان أخرى في أوروبا أو في شمال إفريقيا. يعني خصوصا هذا التفاوت نفكر فيه عندما نريد أن نتصل بالعائلة الموجودة في بلد الإقامة. يعني دائما تفكر هل عند خروجي من العمل على الساعة 5 مثلا سيكون أهلي، والداي أو إخوتي ما زالوا مستيقظين. أتمنى أن يروقكم هذا الفيديو وأن تشتركوا معي في القناة.
ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لتشجيعي على إعطاء محتوى أكثر حول برامج الهجرة إلى كندا. هذا الفيديو كان فيديو ترفيهيا، لكنه أيضا يبقى يعني واقعيا، خصوصا من وجهة نظر شخص مقيم هنا في كندا. عيوب كندا وإيجابياتها، إيجابياتها كثيرة، إذا أردنا أن يعني أن نسردها سيكون الفيديو طويلا، خصوصا أنه كل واحد منا قبل أن يفكر في الهجرة فإنه غالبا ما فكر في الأشياء التي يعني أعجبته في كندا والأشياء التي حفزته على تقديم طلب الهجرة. تبقى وجهات النظر نسبية كما قلت. أتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامة.